يعتقد الغالبية أن الدفع أكثر مقابل إصدارات محدثة من المنتجات يساوي الحصول على جودة أفضل، لكن هذا المبدأ لا يعمل في كل مرة. ما رأيك في التعرف على ما إذا كانت هناك حاجة للدفع أكثر مقابل إنترنت أسرع أو ضمان أطول أو كمية أكبر من البطاطا المقلية؟ آه، كم هي لذيذة. 1. واقي الشمس فوق SPF 50. من الخرافات الشائعة أنه كلما زاد الرقم على واقي الشمس كان أفضل لحماية بشرتك، لكن أطباء الجلد يحذرون من أن الأنواع الأكبر قد تضر بالبشرة. SPF 30 ليس بضعف قوة SPF 15 كما يعتقد الكثيرون. يحجب SPF 15 94% من الأشعة فوق البنفسجية، و SPF 30 يحجب 97%، و SPF 45 98% من الأشعة فوق البنفسجية. 2. اختيار ضمان أطول يبدو مفيداً، لكنه يستمر عادةً لثلاث سنوات، ويقول الخبراء إن الأجهزة والأدوات نادراً ما تتعطل خلال هذه الفترة. معظمها يستمر ضمانها لمدة سنة على الأقل. 3. شراء الأطعمة العضوية رغم أن الأطعمة والمشروبات العضوية يمكن أن تبعدك بسبب سعرها الباهظ، لكن الناس يدفعون مقابلها. نعتبر عن غير وعي أن الأشياء الأكثر تكلفة تكون أفضل، ورغم عدم صحة ذلك بالكامل، لكن بعض المنتجات العضوية قد تكون أغلى ب300% من الأطعمة والمشروبات. لتوفير المال اشتري المنتجات العضوية فقط للأطعمة التي تتعرض للكثير من المبيدات الحشرية مثل الفراولة والتفاح والعنب والسبانخ. أما الأطعمة المغطاة مثل الموز أو الأفوكادو فلا بأس من شراء غير العضوية منها. 4. شراء العلامات التجارية فقط إنفاق ثروة على حذاء أو حقيبة يد باهظة الثمن ربما يكون يستحق، لكن شراء خزانة كاملة من علامات تجارية معروفة أمر مختلف. يوصي الخبراء بتنويع القطع والاستثمار في شراء منتج راق إن أمكن تكرار ارتدائه مع أزياء مختلفة. 5. طلب الشحن السريع إنفاق بضعة دولارات إضافية للحصول على طلبك الجديد بين يديك في أسرع وقت ممكن أمر مغر ولا يبدو أنه صفقة كبيرة، لكن هذه الاتهامات الصغيرة تميل إلى الزيادة بسرعة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك فإن فرص الشحن العادية ستكون في أسرع وقت ممكن. إذا كنت في عجلة من أمريكا للحصول على شيء ما ففكر في شرائه من متجر قديم غير متصل بالإنترنت جيدا. 6. شراء أثاث ثقيل وقوي يبدو أنه سيبقى عندك للعمر، وربما يفعل، لكن هل أنت متأكد أنك سترغب فيه كل هذا الوقت؟ تتغير الأذواق وقد تود التجديد، وتواجه عندها مشكلة في محاولة بيع أثاثك الضخم. حتى لو تمكنت من ذلك فلن تحصل سوى على جزء بسيط من تكلفته الأصلية. 7. الطيران في الدرجة الأولى تذكرة الدرجة السياحية أرخص ب7 مرات من تذكرة السفر في الدرجة الأولى. اسأل نفسك إن كانت مزايا قضاء عدة ساعات من وقتك في مقعد أكثر راحة تستحق المال، ما لم تكن رحلة طويلة أو استخدمت لها نقاط المسافر الدائم لترقية المقعد. التزم بالدرجة السياحية وأنفق المال على الفندق أو التسوق. الكل على الطائرة سيصل في الوقت نفسه. 8. طلب توصيل الطعام قد لا يكلف الكثير للوهلة الأولى، بضع دولارات تجعل الطعام يصلك دون تغيير البيجامة، لكن إذا طلبت وجبات ساخنة للتوصيل عدة مرات في الأسبوع وفي كل مرة تدفع بضع دولارات مع البقشيش على كل تسليم فستتراكم الدولارات لمبلغ كبير آخر الشهر. فكر في طلب توصيل الطعام عندما يكون ذلك ضروريا حقا فقط. 9. شراء مكنسة كهربائية روبوت ذاتية الشحن لا شك أنها رائعة ورائجة وتعطيك شعورا بنظافة منزلك، لكنها باهظة الثمن وتميل لأن تغفل عن البقع القذرة. إذا قررت إعادة بيع روبوتك لن تحصل على الكثير مقابله. المكنسة الكهربائية التقليدية أفضل من حيث التكلفة رغم الوقت والجهد الذي عليك بذله لتشغيلها. 10. اختيار سرعة إنترنت أعلى
يوفر بعض المزودين إنترنت منزلي سريع، لكن ما لم تكن لاعباً محترفاً على الإنترنت فلا حاجة لك بهذه السرعات، والمبلغ الإضافي مقابلها إهدار للمال، لن تلاحظ الفرق أصلاً. 11. الدفع مقابل ملايات بعدد خيوط أكبر. درجة كون الملايات مريحة ومتينة تعتمد على عدد الخيوط. هذا لا يعني أن العدد الأكبر يعني جودة أفضل. يقول الخبراء إن العدد المفضل بين 200 إلى 600. إن زاد الرقم عن ذلك فأنت لا تدفع مقابل ملايات أفضل، بل مقابل حيلة تسويقية. 12. الاشتراك في ناد رياضي راق. غرفة فسيحة مع معدات حديثة وموقع مركزي يكاد يكون حلماً. حسناً، ربما تكون محقاً لكل شيء ثمنه، وهنا الثمن في سعر العضوية. إن كنت لا تقصد النادي الرياضي بانتظام، فإن اختيار واحد فاخر لن يأتي لك سوى بتضييع المال. 13. استخدام أفضل وقود لسيارتك. إذا كان ملء خزان سيارتك بأفضل وقود من عاداتك اليومية، فاسمع هذا. هذا النوع من الوقود لا يفيد سيارتك. يزعم الخبراء أن ليس لديه أي مزايا، لا يجعل سيارتك تعمل بشكل أسرع، ولا يوفر في الاستهلاك، ولا يؤثر على حجم الانبعاثات، والأكيد أن تكلفته لا تأتي بالخير لحسابك المصرفي. 14. الاستثمار في المجوهرات. يمكن أن يكون شراء المجوهرات استثماراً كبيراً، لكن فقط عندما تكون طبيعية مثل الزمرد والماس والياقوت وغيرها من الأحجار الكريمة الأخرى. لسوء الحظ بعض المجوهرات لا قيمة لها كما تعتقد. على سبيل المثال، تستخدم شركات المجوهرات الماس المصنوع في المختبرات والذي لن تتمكن من بيعه لاحقاً. هذه الأحجار الكريمة ليست نادرة ولا غالية جداً، وتتراجع قيمتها منذ لحظة مغادرتك للمتجر. لكن الماس الطبيعي أمر مختلف، هذه الأحجار الكريمة يرتفع ثمنها فقط مع مرور الوقت. 15. اشتراكات تلفاز غير ضرورية. أخبرني بصراحة، كم قناة على التلفاز تشاهدها بانتظام؟ الآن هل تحتاج حقا إلى مئات القنوات في اشتراكاتك التلفزيونية؟ المزيد من الناس توقفوا عن شراء حزم الكابلات الكبيرة ويعتمدون على خدمات بث الإنترنت. 16. شراء أحدث هاتف ذكي. عندما ترى جهازاً جديداً بالكامل من شركة شهيرة لتصنيع الهواتف الذكية، يصبح هاتفك عادياً وقديماً. قد تستسلم لإغراء شراء جهاز جديد كل نصف عام أو نحو ذلك، لكن تذكر أن عدم فعل ذلك تصرف حكيم. هذا ما يقوله خبراء المال والأعمال. على أي حال، هاتفك يحتوي على كل المزايا التي تحتاجها حتى إذا فاتتك بعض الأجراس والصفارات. 17. اشتراك بيانات الهاتف الشامل أو غير المحدود. يسهل مزودو الشبكات اختيار هذا الاشتراك آلياً ومزاياه الإضافية، لكن قبل الرضوخ للفكرة الجذابة، فكر فيما لديك الآن. إن كنت راضياً عن شروط اشتراكك، فلا داعي لدفع المزيد مقابل اسم براق. ذات الشيء ينطبق على اشتراك البيانات غير المحدودة. يستخدم الشخص العادي حوالي 5 جيجا بايت شهرياً، ولا حاجة للدفع مقابل بيانات لن تستخدمها. 18. شراء الحجم الكبير من البطاطا المقلية. إذا شككت فيما تريد، الكبير أم المتوسط، اختر الأصغر دائماً. يبدو فرق السعر ضئيلاً، ولذلك تعتقد أنك تربح باختيارك الحجم الأكبر، لكن الواقع يدل على أن الحجم المتوسط فيه من البطاطس المقلية ما يساوي تقريباً ما في الحجم الكبير، وهكذا ستوفر المال. 19. شرب قهوة المقهى. يكون الفرق بين قهوة معدة في المنزل وقهوة المقهى الجديد الفاخر في الغالب في السعر فقط. في كل مرة تطلب هذه القهوة، تذكر أنك تقع في فخ تسويقي يأخذ منك مئات الدولارات شهرياً والآلاف سنوياً. وكما أقول دائماً، إذا تجنبت الترند ستوفر من هنا للهند. أترون؟ إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض المقاطع الأخرى التي ستستمتع بها. انقر على اليسار أو اليمين، وابقى على الجانب المشرق من الحياة.